السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الوهي اليوم كبر مزشعر كم ما عليه، كل واحد إن شاء الله باكر يوم الحلاقة. صلاح ساري يشلون عنه الشيوخ هاي ذهني في عينه، وإن شاء الله إنه بيجي. دقيتين هون قال لي ترى شيء زحمة في الطريق، قلنا له ما شيء مشكلة، شيء زحمة أنت رياك الحين. قال له تراني أنا جاي. صباح الخير يا حق محسن. صباح الخير. ايه صباح الخير حق خالد. الا وجهك يجنن. شو اليوم ريوكم بعد فندال؟ ايه بيهز من حد سمت الحين كل يوم فندال. الجيمات بضع عليك بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه دنقو. وهذا الحق عليه بسرعه، الحق علي من طرف والله طر القرطاسه طر الله بطن عدوان الله. طيب شوي 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 بسرعة عادة شوي شوي بسرعة. الخبز الرقاق اللي هو بديل اللي هو بديل اللبناني اللي خبرتكم عنه. دوما بديل لبناني يغطونه عشان ما يدخل الهواء، إن دخله الهواء يبس. يلا أيوة عاد هاي زمزمية نبي خضراء يغير مالها فنايل. فنايلها شوف حاطين في بيض اليوم، بيض العاديات لكن حاطينها لي تحت خضر طقم وياها. أقولكم حد من العرب من يدور عندك في الستوري تصور الجيتة في وزارة ولا في فرح ولا حزن ولا شرق ولا غرب ولا تابع طريق ولا طيارة ولا مطار ولا بر ولا جو ولا بحر. من يدور عندك في السناب ينك آلاف المسجات مثل سعيد بن سالم البارحة. نحن الجيته سعيد بن سالم الهدومة القبيسي الجيته الناس كلها خير بركة. كان حد من العرب يي في يسمونه فيدباك. يجي هاي صار شيء يسمونه فيدباك، يعني ردة فعل العرب. أقول لكم صورت سعيد بن سالم أمس قصدي في المرور. انزين بقولكم عشرات الآلاف من الرسائل يتشكر على هالرجال، حافظ عليه وعلى صغارة نفسه. هالرجال الآدمي الليودي راعي الابتسامة قضاي الحاية، كان يشتغل في المكان الفلاني وهم موظفين عاد لي وياه نسبة لنا موظفين رمسة ولين هذا منه. واللي شاف واللي قضى لهم عاملاتهم واللي خلصوا واللي خلصهم واللي تلاقوا وياه كل يشكر على هالآدمي. سبحان الله، يعني بقيت حد يقول كلمة عادية ما شيء كلها كأنهم يرمسوني عن إنسان. سبحانك يا رب. شوف الآدمي يظهر معدنة رد على التليفون يا الله منك يظهر. سر هناك عدور مسر هناك أرمس يا الله مطلش للواير. انزيت للواير سر هناك ارمس. ما بغيت ارمس الا حينه بعد تليفونك مغايض ما ابغى يرن الا يوم انا اتكلم في التليفون. يا سر حي من انت تقول لي مش فاهم انت بتقول ايه. قال لي صدق ما يعرف عربي. اعرف عربي الملاقه اللي ظاهره من عينه. اقولكم والله حتى نسيت شو كنت اقول. فلذلك يومي حد في الصورة يظهر في الشاشة ولا صاحب ولا صديق تكثر عليه الرمس الزينة وتكثر. الإنسان كل إناء بما فيه ينضحه. لادمي مثل الإناء، مثل الإناء الفخار ترى ينضح إن كان معدنه طيب وأصله طيب وفعله طيب ينضح بالطيب، وإن كان جوهره أسود ويتباهى بالطيب ما يظهر الطيب، ما يظهر للسواد. ولو يسوي لي يسوي ولو يهلل اللي يهلل ولو يكبر ولو يرمس ولو يطري عند الناس كلها يطري عمره زين لكن داخله خبيث. فما يظهر منه الا كل خبث، ولو بيرسم انه زين ما يروم لانه جوهره معلوم والناس كلها تدريبه ان باطنه هو اللي يظهر محتواه. لو لسانه بيتجلب لسانك ولو بتعدله ولو بتعدل ما شيء فايدة، لأن أنت من الأساس خوب ما شيء، والموجود
خراب، فلذلك الخراب غالب. لو تسوي، لو بتعطي، لو بتسوي لي بتسوي المراد. هذا ما موضوعنا، موضوعنا نحن استعيبت، لكن مش استعيبت، بغيت أرمس عن هالموضوع، لأن استوى أكثر عن عشرات المرات، وكل مرة أقول برمس عن هالموضوع، أن اللادمي راعي السمع والطيب، صيته يشيع ويذيع عند العرب، تلقط العرب كلها ترمس عنه، كلها ترمس عنه في كل بيت وفي كل مرمس وفي كل محفل على كل مناسبة وعلى كل وقت، والعرب كلها تدعي له في ظهر الغيب. كم له، كم له من لجر هذا اللادمي البارحة، كمل الدعوة لسعيد بن سالم البارحة يوم ظهر عندي أنا. عرب أمة لا إله إلا الله أزمت تدعى لبطولة العمر، لأن قضالهم حوايجهم أثناء دوام. هل هو بعد يداوم؟ هل هو سعيد بن سالم بعد يداوم في دوام هذا؟ لو ما يداوم والله أنا ما أدري، يومية أتلاقى وياه ونسيبني يا غير ما أسأله هل أنت بعك على رأس، لكن أظني يداوم، أظني يداوم. هي والله أحيد يداوم، هي لو ما يداوم بيعزب في البحر. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد، يا مرحبا، جود مورنينج، جود مورنينج ماي براذر. شوي 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 لا تكسر الدنيا. صباح الخير. بيت قهوه خله هني بيلسو. يلا يلا بسرعه، زقر الفلبيني بسرعه اربع. وين الحبة؟ وين الدنيا؟ ما عليه تحب محسن قبلي أنا؟ أخ عليك يا صلاح. ها يلا. صباح الخير. دق الجرس، أعطاه الجرس، أعطاه الجرس، روحي بي دقه. الجرس، الجرس. طيب ليش؟ أنت تحرك عاد. ها لازم بيرفع اليد. عليكم السلام، ايش عندك؟ نريد سمن مال عقيلي. شو سمن مال عقيلي؟ وانا شيخ سليم سألني؟ لا انا اسوال لك ماما. شيخ اسم ماما، يلا يلا ترى سر هناك، هناك سر ماما، يلا خلاص ابوك هذا خلاص. لا بعد حبيبي الحين بيذهب. كلت صحه؟ دوه بابا استنى بعد شوي، استنى بعد شوي. شلو الخيط؟ ايه خلاص خلاص الحمد لله. دواء خليه، حط دواء، دواء خليه خليه. الدكتور وين؟ عربي؟ ايه واحد صورك توه في المستشفى. ايه منو هذا؟ شو اسمه؟ جيم. يعرفني في الجيم؟ ايه ما شفت عيل انا. انا قايل اللي اللي بيسوي طرش لي فيديو حق الرومن حطه في الستوري. حيطرشون لقطه مال السناب، كيف بالرومن حطه؟ ما اي والله شو نسوي؟ تريد الحين بيت يبغى يشوف كل شيء، هبت تخليه شيء ما تراويه، يبي يشوف بس. شفتك الحمد لله راو كل شيء، كل شيء شراتي انا، يبي يطالع كل شيء. هذا هذا شوفه خلاص، يبي كل شيء مغطى هو، اي شيء مغطى يبي يشوفه. سيب سيب خالد، سيب سيب خالد. يس بابا. سوي له خبزه هذا الرقاق وحده، هذا مال البر، حطي فيها قيضة بيضة، بيضة عيون، وخليها تحقيها داخل، حطي شوي فلفل أسود وتسكريها ويبيها لك. أوكي صلاح؟ زين قلت له؟ خلاص أوكي؟ يلا كويكلي ها؟ اسمعك تقول، شو تقول أنت؟ باباي ماشي. مال منو؟ صح أسد؟ تاح بابا. وين؟ ما أعرف مستشفى ولا محبس ولا تاح. أحسن صلاح أحسن. واحد جديد. زين يلا بيزات، بيزات وين؟ يلا طلع بيزات من البوك. أربع سنة خلص ملانا، أربع سنين صالح التليفون عنده. ما كان عطاك بخشيش؟ ما كان عطاك بخشيش؟ بابا أنت بيقول أنا بودي أنت حج، وين حج؟ أنت؟ إيه بابا أول أنت خبط أنت وصلاة بتروح، وين حج؟ تبي يصير حج لو عمره؟ حج بابا عمره انا 10 مره لو. تبي يصير حج صلاح؟ من دبي وانا من دبي. ها؟ منو بيوديك دبي؟ هذا اللي تحاتيه انت؟ خذ اللعب. ها ها منك منو بيوديك دبي؟ كلنا بقلبه شو قال لي؟ حج مين ودي دبي؟ صبر 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 صبر. انت تعال يا عاد حق تظهر في الكاميرا. كل واحد منكم حاط عمر في شامخ يبل. ها؟ اي.
اسمع الحين شو يبغى هو؟ شو يبغي بالضبط؟ ارباب قول انا تروح دبي. يبغي بارت في فندق يعني. لا تقول اسم الفندق، لا تقول اسم الفندق. يبغي بارت في فندق صح؟ ايوه. ما يبغي بارت عند قوم مريم؟ لا، قول بس بالي هناك هي مريم سلم، خالو خديجة سلم، ليل يجي نوم هناك بس. ليش؟ بس شي هالنمونة؟ بطرة يعني؟ بيت قوم مريم، هاك البيت الفنان اللي غني يا ليل. كوشي ها؟ اشوف ترقد على كرسي؟ شوف طلعت ايه ترقد كرسي بيت قوم مريم؟ لا شوف شوف قول هناك داخل كرسي انه كرسي ما زين. وين شو يا طري؟ شوف شوف شو يقول الحين؟ ايه بيت قوم مريم ما بحاطين له شبريه؟ سلام ورا الحين سؤالي واضح، بيت قوم مريم حاطين له شبريه ولا لا؟ ايه بابا في هنا شبريه زين بس هو سلام نوم داخل كرسي ما يبى الشبريه. ايه هو يقول ما كرسي مو زين، ورا في نفرات بيت مال هو من هذا اسمه؟ ميم بتاع ولا ثاني. يا الله يا الله منك يا صلاح، انت انت الله اكبر، ناس مكرمينك ومحشمين. الله اكبر الله اكبر عليك، ما بهين انت يا صلاح لانه خبر عليك. ها ماشي بيت في فندق، بات بيت قوم مريم على الخشم. زين زين زين. صلاح 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 صلاح، الساعه كم دقيت للتليفون؟ الساعه كم دقيت؟ سبع الا اربع. انسي ما رد عليك؟ لا ليش؟ بنيه هو يسكر عنك التليفون؟ إيه؟ شل التليفون ورضب على الإدار. سكرت العبد وصامت اصلا. هذا قصاوي. تبغى الحين انت من اسد؟ تعال بليز. سمعت شو يقول لك؟ لا 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 هذا تغيير؟ ايه. مرة ثانية صلاح؟ شو تبى؟ بليز. بليز. صب له شاي بليز. ما بأنت؟ ما بأنت من without please، لازم لو سمحت صب لي شاي. انا بقول كده ولا لا؟ انت يا ربي ما تشرب. انا على طول بليز دي فلوسك. بليز بليز. الحين انتوا سرتوا ورديتوا، شو تبى مره ثانيه؟ شو صلاح؟ الكرت؟ وين الكرت مالكم؟ زين سر شل هذا الكرت مال البنك. حق شو صلاح بس يوم دبي؟ بثبات الليل هناك؟ زين ما شي مشكلة. تحمل علي على عمرك. زين رقد من وقت. ايه. شكرا صلاح. بعد سكر هو يجي. النوادر الحمضيات اللي منهن الهنبة والليمون اللي هو الزرع، زرعك كل ما تغل ورق جديد الحين الوقت هذا. فحين سبحان الله هذا غل ورق جديد، شو السبب؟ انه التدفئه سماد نحطه دور ما دار اليلبه في اليليل مال الزراعه يعني ابدا مفعوله، يعني الارض دفت شويه فمن تدفئ الارض تحس الشياره بالدفوه فتغلب ورق. فيعني المفروض ان الانسان يسمد كل 10 ايام 15 يوم منو 15 يوم 10 ايام يسمد شيء بسيط يعني. كم شوفوا حينه ها هاي طريقته، ينحفر حفاير ها دور ما دار الشير بشيره بهالطريقه ويتخلى على ما تشوفون ها. كيلو وين كيلو وين ولا كيلو كيلو وتدفنه تحت القاطور كل 15 يوم كل 20 يوم على هالمنوال تدفى الشيره وتاخذ كفايتها. لان شوفوا الشير شرات البنادم، ترى معيشه يوم ما تدافع عن معيشه سنه. انت اليوم الحين مزرت بطنك خلاص، انتزر بطنك انتزر بطنك خلاص، ما بتعشى ما بتاكل اخلاف ما بتاكل بكره ورا بكره. حسب شي يقولون عيشه يوم ما دافع عن معيشه سنه، فلذاك الزراعه يبالها دوم بالاخص وقت البراد كل 10 ايام ودي له وديتين، 10 ايام ودي له وديتين. حتى الورد بين يوم 3 ايام 4 ايام ينحفر دور مدار شويونه، ما بلازم دور مداره، حفره على اليمين وعقب اسبوع حفره على اليسار وعقب اسبوع حفره على الطرف هذا ها
وانت ساير وانت ساير لازم يبال عسب غدي انتاجه جيد وسرعة غدي زينه، لازم يبالها عباله. ما بتقول والله انا ما بسمد الا من موسم لين موسم، لا، السماد ابوي مثل عيشة البني ادم، كيف ياكل ويشرب هالنمونة هالنمونة. الشيارة الشيارة لازم تبى اكل، لازم تبى تقوي، لازم تبى فيتامينات، لازم تبى عناصر صغرى، لازم تبغي فسفور، لازم تبغي بوتاسيوم، كل هالزراعة هالنمونة. لأن نحن نفتقر إلى التربة، بالأخص المناطق الصبخ، الصبخة تفتقر إلى جودة التربة. فلذلك أنت روح تغدي تغدي وتغدي، محيلة أن هي وقت الغداء تغدي وأنه إنزين تغدي وتطعم وتسمن لجلي غدي إنتاجك جميل، وروحك تفرح في الشيارة يعني، وتسوي لها الرش، الرش بالمبيدات، ويا رب ندوكم يا رب البيت والحرم يا رب. اسميك اللي سويتي هل تيملتي وطرشتي لنا هذا الشيء، اسميك حجيتي ولد ريتي، اسميك حجيتي ولد، ها شوفوا بالله شو غادي يا ربي يعل عمرك ان شاء الله عد هالتراب، يعل عمرك ان شاء الله عد هالتراب يلي اندبتي هذا الشيء انت وربيعك. نعم اندبن ابوي من اخر الدنيا لين هني يا حافظ العي رحمني يا ابوكم رحم الله مشافن الذباب، الذباب يغاوي مسوي كويل الين في بيتنا الذباب، طرشنا والله يا ابوكم من دبي من اخر الدنيا لين هني برسم الخدمه حجا ولا درن اعطي الين صفا كله هذا فيها كله صغير كله اعطي في فاي اعطيته على ايش كثر سمسمه هي شوي شوي هي كل ثلاث ايام يلي ثلاث يوم اربع يوم هي هذا اعطيه هي هي مثل تغذيه يعني يباله تغذيه يباله تغذيه ما شاء الله تلهي قلب ورق ورق جديد بالرغم ان الحين هالبيات عنده الشتوي ما يغل ورق جديد ابدا تبون تشوفوا العجب شوف الله عليك هاي شوف العجب شوف العجب شوف العجب شوفوا يا ربي ايوه عنبرة يا عنبرة عنبرة انت سكرة عنبرة يا عنبرة توني يا توني توني يا توني ايوه 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 عنبر عنبرة يا عنبرة عنبرة يا عنبرة تعالي 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 ياي سر سقرهن عنبرة عنبرو يا عنبرو عنبرو يا عنبرو صار اقربي واضربو عنبرو يا عنبرة يا عنب الله اكبر وعظم ثاني الله اكبر وعظم اقول لكم هالبرتقال اسم النوع هذا برتقال موردي ها كت ذس وان دواركه يلا شوف شوف قاعد من داخله اسمه برتقال موردي لون الورد الزهر دور ما داره وهذا هو هذا زرعناها اظني يمكن من 15 ل 13 سنه اول ما تحولنا البيت انتاجها ساعتي قد كبار ساعتي قد صغار هذا الحجم هذا انتاجها توها بادي تبشر لا والله مبشر من مده محد كله سبحانك يا رب هاي ابو ظبي يقولون صباخ وصباخ ماشي انتاج الا انتاج ونص اللهم لك الحمد يبالي عنايه ها دواركه جود يس جود والله يس ولا؟ يس ثانك يو ها نص الليل زين يلا عندوا اساميكم واحد ورا الثاني احمد خالد الكعبي والنعم احمد سعيد المهيري والنعم سيف سالم النيادي مرحبا محمد النيادي والله مليون مرحبا للي تخبرون عن نوع السماد، السماد لازم يكون معالج ما يكون من الدرس وينسمد به من الدرس الخيبة من الدرس وتسمد من تحت الدبش وتسمد به يسوي عواجير ويسوي بكتيريا ويسوي أرف ويسوي خياس وسقم وتازم الأرض تحت الشيارة فيها دود ويخيس ما بالدود النافع الدود الضار فلذلك بيسوي عواجير وياكل لب الشيارة من تحت ما أكلها السنة بيأكلها الحول بيأكلها الحايدة بيصطود عسبتي اللي يزرعون يقولوا والله نحن نزرع
والشيره كم اكبرها بخير وسهاله، ما وعينا بها الا انقضنت وماتت، ما انقضنت وماتت من السماد اللي من الدرس للنخل ولا للزراعه. لازم السماد معالج حراريا، معالج حراريا يا بالطريقه البدائيه المتعارف عليها في المزارع عند العرب كلها، تاخذ سماد معالج وذاهب من الشركات المتعارف عليها داخل الدوله او من خارج الدوله. نحن انا اجيب ابوي من داخل الدوله من المصانع المعترف فيها، مليون نوع ونوع سماد، كل شيء ولا شيء، الكميات معروفه، ومصانع الاسمده عندهم ابوي مهندسين ومزارعين وعندهم ناس فاهمه يخافون من الله، فلذلك الشركات في الدوله ملزمه على هلبل السماد النصح والارشاد. وشيء مكان في تبع الزراعة حيد الأول أرضنا الطيبة حت سنين الأول في نصح وإرشاد يرشدون المزارعين، ما عارف يسمون المكتب حيد الأول أيام خليل عيل أبوني، الحين حتى نسيت والله يسمونه. أما هذا اللي يقولك والله نحن ناخذ من تحت الدبش ونسمد به، هذا أبويا اسمك ما بتعين خير، لو تعين خير الحين بالصدفة. لكن الوكاد الشيء الطبي المعالج، لازم المعالج السماد المعالج حراريا، مليون نمونة ونمونة، شيء مال هوش، شيء مال ديار، شيء مال بقر، حتى مال خيول شيء. والله يا ابوكم يا واحد توه ضحكني حط تعليق تحت في الانستغرام، قال ابوي نحن ما عرفنا لك، انت سماك، انت طباخ في الانستغرام، والله اللي بيدخل الانستغرام بيشوفه، انت عقب فقره هذا مال السماد حاط لي هالكلام هذا. والله بغيت تدخل حتى في تمييز الدبانه. انت سماك، انت زراع، انت طباخ، انت كولي، انت شو من نمونه؟ ابوي انا تبع كله، انا ابوي تبع كله، تبع كل شيء، انا انسان ابوي مستوي في هالبلاد، عارف للبحر وللبر وللجو وللسفر، للاكل والشرب، الطبخ والنفخ، الطب، كل شيء، انا ابوي معلمتني الدنيا، انا ما بياي ابوي مني والطريق، الحين صك عمري 60، قصوري ما اعرف كل شيء، اخذت ابليس وداوي، ما اخلي شيء في الدنيا العوده ما اعرفه، كان الناس ابوي يطير واجبه، ابوي انا اطير مسلقاي، اخذت ابليس وداوي، ما اخلي شيء ما اعرفه في الدنيا العوده. مساكم مساء الخميس، مساكم مساء مضوى جمعه، مساكم مساء راحه، مساكم مساء الورد والنور والسرور والبهجه والافراح، مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ شمسيتوا؟ كيف انتوا؟ عن طرفي انا الحمد لله في خير ورجع خير، مدام المحبوب يسال عنه. اي والله اي والله. المراد اخباري طيبه، موي بحفظ الله ورعايته الى الشويهات البحر، انقزرها ابوي الخميس والجمعه والسبت ان شاء الله، غداي في بيتي في مدينه محمد بن زايد، هذا كله إذا الله أراد، كل هذا بإرادة الله، نحن نقول بنسوي هالنمونة ورب العالمين عاد هو لميسر، والأمر كله عند الله سبحانه وتعالى، توافيج عند الله. قبل 15 سنة كان اتصال من عيمان، وأحمد ربعي اسمع بيت خميس وإبراهيم، قال لي أبو محمد سايرين معزومين عرس، ها ويانا؟ قلت نعم وياكم. قال روس لي بال. قلت روس لي بال عده ولا بطون لي بال، ما عندي مشكله، ما بقعت ما جديته. قلت عيل هذا اللي انا ادوره، كان ما جديته البق عليه في العرس، هذا هو اللي انا ادوره. قال لي معزومين عرس في كمزار. كمزار؟ قلت له قال لي هي نعم، تتوكل على الله، وانا ما عندي اي خلفيه عن كمزار. المراد وصلنا خصب، وقفنا مواترنا في الفرضة مالت خصب، وركبنا بانوش ويانا الله يغفر له واحد يسمونه علي سمسوم، علي سمسوم الله يغفر له، توفى حليلة، توفى مسكين، يلا الله يغفر له من هالعيد. ويانا والله مجموعة نحن أكثر عن 18 نفر، 12 نفر من هالعين، مشتلوا ويانا واحد يسمونه سعيد الشناحي الشامسي، بني شامس هو، من سكان حماسه، وعلاي علي، هذا علي سمسوم الله يغفر له، وانا وكم من ادمي بعد نسيتهم والله اللي كانوا وياه، كان هاي الاثنين مميزين. المراد وصلنا كنت يا خصب، وقفنا المواتر في الفرصه، في الفرصه، في الفرصه، في الفرضه،
وركبنا بوانيش والله الكراسي هذا مشاهد هذا وكل بانوش عليه مكينة 300 مكينة واحدة 300 ومن يوم تزر الطراد البانوش خطأ مشى في نص حاج الغبيب المهم حريم ريايل كبار كلهن البوانيش الله يحفظكم بيويهن وين جدك مزار هالمعاريس مجرين يميع البوانيش المراد انا وربعي لي وياي وقوم عبيد خميس واحس مبارك بعد من هالمقيوين مجموعه والله كبيره كنا مجموعه كبيره كذا سياره المهم بوانيش كل بانوش من هالطوال يشلن 30 35 نفر من الاطوال بوانيش انا ما شفت حجمهن اظني 43 47 طولهن المراد عوايد شيء حريب شيء حد نعرفه وحد ما نعرفه انا في النص في نصيفة العرب يوم خطف ثلثين الدرب ولاني اشوف حريم قواطي برميت عندهن شفتوا قواطي ما كنتوش فيها الربابي فيها نصوص وربوع وما ادري شو وتاكله يفتحن القراطي القواطي هما البرميت يعقون في البحر يعقون الحلاوه داخل البحر بعيد الشر هم ينن صاحين ليش يعقون الحلاوه في البحر شو يعني ليش السبب ما بالله حرمه وحرمتين عشرات الحريم يعقق الحلاوه يفتحن القوطي البرميت هنمونه وينشحن الحلاوه ورا ظهورهن الحلال قوطي البرميت هذا اللي هو ما كنتوش ما بالله حلاوه في حلاوه في نصوص في ربوع في قنبربيه في قنبربعنات يعني من كل شيء فتم الهايوس يودي ويجيب في بالك وفي خاطري هاي شو مشكلته تعرفون شو طلع هذا البقعة اللي نحن فيها يسمونها غبة سلامة واللي بيه عسب انك تخطف معتقد عندهن رواعي البر هذاك معتقدهم يسمون البحر هذا المكان اللي نحن خطفنا فيه يسمونها غبة سلامة غبة سلامة وين الدور الدور في مضيق هرمز هذا ممر كل تيارات هوائية ودواليب بحر فيقولون السنين الأولية أن تشفط البحارة والتجار والسماميج اللي خطفون البقعايج تشفطها غبة سلامة لكن البحر اللي هناك كان بحياتكم شفتوا بحر هنمون لونه أسود البحر اللي تم نعقم فيه البرميت هذا أسود ماين درابه كم متر أو كم كيلو عمقه المحيط هذا يخوف زاد هني والله يا أبوكم لو دريت إنه البانوش هذا بيخطف في قبة سلامة لا سرت للعرس ولا امتحنت للعرس من العرس ولا من المعاريس أني أنا قبة سلامة أسمع بها من يوم أنا ياهل أني أسير أني أنا أسير بريولي ليه قبة سلامة معقولة هاي قبة سلامة اللي العرب والناس كلها تهاذيبها من استوت الدنيا هل إنه يليج في عقل إنسان عاجل بيصير بريوله لغبة سلامة ويا ليتك انت حينه مجبور ولا غصب زور ولا لا ساير عرس وبسير عن طريق غبة سلامة ترى ابوي كمزار هاي مالها الطريق يبها هليكوبتر ولا عن هاك الطريق غير ماشي تشوفها ايران بر فارس تشوفها قدامك شوف العين ليتات تشوفن وهاي وكمزار تابع لعمان فروس ليبا سلسلة جبلية بلاد يا الله يا الله شفت أنا بلد شفت مناطق طبيعة مثل جمال هايجي مناطق بحياتي ما شفت لا في اليونان ولا في الهندوراس ولا في السويد ولا النرويج ما خليت بقعة هالنمونة ما شفت انزين وعلى طاري غبة سلامة نخبركم اليوم بدأ طويل حتى وني متعدي طبعية على قدامي حوالي 160 و 50 كيلو لين اوصل او 200 كيلو فابوي ان شاء الله بوصل اذان المغرب فقلت في خاطري الحين وانا ساير بخبركم عن قصه غبه سلامه وليش سموها غبه سلامه شو سبب تسميه البحر هذاك بغبه سلامه يلا اليوم مرحبا بعلي بن سيف الفلاسي
هذا رجال صاحب صديق عندي من سنين واليوم تلاقينا عاد على الخط عن شيشة اذنك. والله من يوم مرحبا بك وسهلا. يلا الحين تبى تصورني ولا بصورك؟ نعم بصورك. يلا اشعلي مره ما شيخ لها. هذا والضيدان عارف جيناه ما طاح يصور. الحين ياسين صور من بعيد قال ما حد يصورني بالرغم اني عدي بميوم هو ياهل بالرغم انه ما شل شيء من ابوه. ابوه حياة ضيدان وهو ظهر ابدا كان هم ميلسه ما خلى ولا بقى. انزين وهالرجال اسمه عارف السويدي. عارف السويدي مروان السويدي. زين عارف مروان اللي شرات بعض؟ لا لا مو شرات بعض. نفس الاسم نفس اللكنة. الله يحفظك. من هالبطينة؟ اي نعم. والله والنعم. البطين يسمون عارف؟ مروان. مروان؟ اي نعم. ما تسمعت عندهم لا مروان ولا عارف. هفا. هي عارف دبي وايد منهم ومروان وايد في دبي. ما تسمعت حرف البطين؟ زين والله مليون مرحبا. الله يحفظك محمد. زين تعرف ويا الرجال هذا انت؟ يا الله. من زمان؟ هاي ويانا الحين. والله وين تبون؟ السلع الله يحفظكم. سلموا على السلع من سكن فيها. الله يحفظكم في دعوة الله. نزلت الله يحفظكم شيشة البترول أصب ماء في الجرين في المحار في المق مالي مال الجرين تي. ما تصورون لأي درجة أنبسط واستانس يوم أشوف حد أصور وياه ويصور وياي ونرمس وأتحفاهم يتحفوني قمة السعادة. حد من العرب يقول لي والله توبل. هي نعم أوبل وأوبل ونص بعد. ليش ما أوبل؟ من وين يحصل لي هنا؟ ولا في الأحلام أني قد يهنمون في يوم من أيام الله أن الناس تباني وتفرح بشوفي. يا سعد حظي يا سعد حظي. والله يا أبوكم يا سعد حظي. كني أبوك مالك البصرة باليمنى والشام باليسرى. شي شرات الآدمي للواد متباوى. والله يا أبو كثر ما يبوني أباهم أبا العرب كلها أنا لو الهوى هواي يلست ما بينهم صبح ومساء وما أسير الهلية إلا مسير. هي نعم والله شو تحرون. نرد على موضوعنا الله يحفظكم اليوم موضوع قبة سلامة. وليش سميت بهالاسم سلامة؟ بالأساس هي من البشر حرمة آدمية بني آدم من هالرأس الخيمة ما أخذنها رجال اسمه عبيدان بكراع بعد من هالرأس الخيمة. وسلامة حرمة أي ودية قتمة ما تظهر منها الكلمة لا كلمة عوية ولا مستظلة في حال سبيلها العرب تحلف براسة يصلى على دايل ثوبها. حرمة نظيفة شريفة عفيفة نظيفة لطيفة كل مواصفات اليود والكرم والأخلاق والسمو والعلو كلها موجودة في جنتية سلامة. حرمك يا منو؟ يا عبيدان بكراع. عبيدان بارك الله فيكم مهرته ومهنته البحر يكد البحر. ما يصير بحر سيرة عادية لا اللنجات الكبار محامل صيد الكبار يعانون الدوابي والغزول ويعقون الهيال للشنعد سمك الغبيب. فتصير سيرته بالأسبوعين والثلاثة ويرد شهر 40 يوم ويرد على هالمنوال. راعي بحر كديد بحر. وعلى كثر ما أنت طيبة يا سلامة والناس تحبها وتحلف براسها على كثر ما أنت يا عبيدان بكراع شري وكلب وينابح صبح ومساء. شفت الملغوث؟ من يدخل البيت فاتن وشاعن ولاعن وهو ظاهري فاتن وشاعن ولاعن. وعلى هالمنوال دبت حياته ما بالله طولة لسان فيه طولة لسان وطول يدين من الريايين اللي يضربون حريمهم. هاي العادة الله أكبر عليهم قوبتهم ما شيء كبرها في الدنيا العودة. الرجال اللي يضرب حرمته أغسل يكمل البحر بس ما وراه رية أبدا. بيدان بكرة واحد من الريايل اللي يضربون حريمهم يصبحها بطراق ويمسيها براشدي ويصبحها بطراق ويترفس بطنها صبح ومساء. ناهيك على الكلام البديع والكلام القاصر والكلام الخايس اللي تلثم يا البنادم عنه من كثر ما لسانه زفر. واحد شو بقولكم كلب مجدع مقطف لداني من طوالة لسانه وبداءة أخلاقه وويهه الودر
شين فوق شينه قوات عينه، بعد ما سده شين قوات عينه. ومتى تفتك منه؟ تفتك منه من يدش البحر، من يدش البحر افتكت هبت الهبو، افتك ويها متوريم متصفيع مترفيس وصابر. تفتك من يصير البحر، هو دش البحر اسبوعين ثلاثة خمسة ايام اربعة ايام، هاك الوقت افتكت من لسانه ومن الدبل. ها تقولون ما سارت عندها هلا شم صبرنها؟ حريم الاوليات يصبرن يصبرن، لان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يشوفون قدر الحرمة او مقدار تحملها كثر. يا الانسان انت ما تتحمل، ممكن ذكر ولا انثى، رب العالمين يا جرك ما حد ما يبلجر. فهي صبرت اصبرت على الضيم والظلايم، سارت عند اهلها وقالت لهم هل كي، قالوا لها اصبري باكر بيعتدل، باكر الله بيرزقه البذر وبيعتدل، بيخطف الوقت ورا الوقت، بيخطف الوقت ورا الوقت. وعلى هالمنوال كان في البحر تراها افتكت، وكان عندها يترفس ابوي في بطنها وصبح ومساء بسب وبدون سبب، وهي حرمت اللي صلى على ذاي ثوبها. لا كلمة عوية ولا مستظلة، كل من نشوا حلها ورمسوه، قال ان شاء الله ما تصير خطركم الا ما يصير خاطركم الا طيب، ولا وزيد ما سويت هالشيء ما بسوي، هذا الشيطان يحضر وطوش وينينوني وترفس فيها، لكن لكم امالكم اني ان شاء الله ما بمد يدي ولا بقولها اي كلمه تكدر خاطرها. ويومين ثلاثه يعتدل، وعقب ويرد في عامله، وعلى هالمنوال وقزرت حياته لين ملت، مل الصبر منها. وش لكم انتم؟ استغبت سلامه فرحه حويمن، وتجيب بنات هنتين وتاوم، جابت بنات هنتين سلامه. اعتدل الرجل، اعتدل اسبوعين ثلاثه سنه، يوم تدن البنيات يخطم ويصير وين، رد في عامله، رد ابوي يترفس في بطنها ويضربها صبح ومساء، رد شرات الاول واشد. لكن هاك اليوم زاد المعطحين دبغها ودبغ بناته لين سيل الدم من خشمها، هازمت فقير المؤمن سلامه تتنشق دمها. هي دبغها دبغ، دبغها دبغ ليهد، ودبغ بناته وياها. قالت له شوف علي ما علي، هاك اليوم ما شيء شرطه ابو شرطه، علي ما علي، يا ما غديت ريال لسير ابوي عند الشيخ وخبره سواد ويهك، كله سواد ويهك، هاللي تلايمني بهالطراقات من هالكثر سنه وانا حاشمه. الحشيمه مبلك، الحشيمه بمبل الكلب، الحشيمه الراعي، انا حاشمت انك لاجل هلك، لكن انت ابوي الحشيمه ما تفي وياك، لكن انا بخبرها بس بوصل لين الشيخ وبشتكي عليك، لان هاك اليوم ما شيء شرطه، والشكوى كلها عند الشيخ، هو المامر هو الناي هو اللي يشق ويرقع. وسكنتم وينهم الحينه؟ سكنتم الله يحفظكم في الرمس قريب حدود عمان، من عقب الرمس تمشي شويه، نسيت والله بقعه من ناكتي ولفتي حيسه، وعقب تيك اليادي ومدحه نسيت والله شو اساميهن، يعني كل هالبقع هيك اللي تابع العمان من عقب المركز الحدودي. في هاك الوقت الشيخ اللي قابض الرمس شري واحد غير نمونه، حكمه حد السيف، اللي عرف عنه اني يضرب حرمته ولا ما يروف بهالبيته، عقب صلاة الجمعة يربطونه تحت السدرة ويتخالفون عليه اليزوة والفداوية والمطارزية بخيازرين صبح ومساء لين يغني حمار ظهره. بيدان بكراع يوم سمع تهديدك انت يا سلامة زاق وتروع، قال ابوي التوبة ما غير هالنوبة، لا تسيري تخبرين الشيخ ولا التعنين، انا عصاك اللي ما تعصاك، ولك اني اخلي لك خدي مداس، ولا اقول لك كلمة لا عوية ولا مستظلة، دبت حياتي. يا صادق صدق سلامة، ترى ابوي ناولها على نية،
ناوي نية غدر، ناوي نية غدر، قرب الله تبك راع، يعلك راعه الكسر، نوال هني تنقشره إلها والبنات، خطف الوقت ويا الوقت، خطف الوقت ويا الوقت، ناول هالنية مبنية عادية، نية شر يعله الشر بكرا. قال هن ابويا يوم هاك اليوم اجماري باسل سلامة، تذهبي عمرك انت وبناتك، خلي بسيرة كشتكن، بسيرة كشتكن في البحر، اتكشتنا وفرحن اول مرة يقول هم بيكشتن، اول مرة يقول حق سلامة كشتك انت وبناتك، فرحت قالت لنزين الحين في الليل خلنا نسير في النهار على وقت ظهور الشمس، قال هلا الحين جماري والشعري ابدا حلالي اثنين 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 يومه باثنين اثنين، ابشرت انه ساعة حتى شتشوت ترى شعري واحد، يوم اثنين يسمونه حلالي، واكثر عن اثنين يسمونه مشجاج. فطيري يا صاد تصدق؟ قالت لي لو نسير على عين النهار بعيد ابرك، قال لا انتي وبناتك غاليات علي، وين يهون علي خلي حد يشوفكن، بوديكم في الليل والليل مغطي روس ليبال، ترى هاي وصفة عاد تواصفوبة للي يدور الستر، عادة ندل علينا وين اللي يدور الستر حينا، كلهن كاشوا فيها فارعات، كان ذكور ولا إناث، لا خيال ولا مستحى، الليل يغطي روس ليبال. قالت لفقير يا صادق صدق، توكلوا على الله وطرقوا بيحربهم بيحربهم، خطفوا ابوي على خصب وعبروا من خصب وعلى قب وقب علي، وهم خاطفين وهم خاطفين وهم خاطفين، دلي 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 لين وصلوا ابوي قرب كمزار، ترى ما ببعيد وايد، يمكن اظني حول ساعتين لو ثلاث ساعات من الرمس طريق بحر لين توصل كمزار، حول ثلاث ساعات ساعتين ونص المراد، يوم وصلوا ابوي قرب كمزار، اخوي ماضي خرمس هذا الموضوع، ولانه يقولهن ايش رايك تشوف القماري ما زينه، ايش رايك ان تحدقن فرحا لبنيات بنيات حريمات غاديات ليلا، فرحه السلامه، قال عياص طفل عطى كل وحده عندها مردع الميادير مردع الخيوط مزهب، كل وحدة أبوي منهن عقد خيطها، يوم صادات يفتر أبوي عليهن ويدفرهن بثلاثة، وبكراع غرب الله تكراعه، ترى يا أبوك هاي قم العفاريت كله في بدفرة وحدة، ولنهن كلهن أبوي في نص الغبة، ودرهن وطرق وآزمن يباغمن بربهن اللي خالجنهن، تيبونا يا ليواد الله الله فينا يا ليواد، حد نوبي الحكن في مضيق هرمز ظلمي، وين تخاطف نقلات النفط الحينة أظلمي البحر أسود، طب خبركم أنا أول شيء هاللي خلاني أتذكر الخروفة هذه، بحر أسود مظلم ما أدري كم ما أدري كم متر عمق البحر هناك، يخاطف البواخر الكبار هاي تناكر النفط، وشذ إنه ودرهن عقهم بحر البنات سلام البناته، كثر ما رمست وياكم الحينة دقيقتين وهني باغمن خلاص ودرهن عبيدان، ها شوي ولايت لان هناك علي في روس ليبال شي النية يسمونها هم اليدايل يتهن، ها 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 شو عندك، قال ابوي حقنا بحبيه ما يمكن، قالت الا تحد ممكن يقبض فينا، قبضن بيدايلي قبضن بيدايلي، ترى يسمونها هم اليدايلي النية هذه، يتم معاليهم البنيات كل وحده قبضت لها يديله ومهن قبضت يديله وطارت بهن ودتهم وين؟ جميم ليبال، روس ليبال، بيتن بيت بيت ام اليدايل هناك. وصلن السلامه ويا بناته، وصلن بيت الساحره في قمه اليبن روس ليبال. وصلن وارتاحن عين من الله خير، شو حلبكن شو مستوي؟ قالت لابوي هلكيت 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 السالفه، هذه نمونه ابوي عبيدان بكرا هذا ما سوابنا. هاي سالفة عبيدان بكرة، قالت ولا خير الحين شو تبني أنا شو المساعدة اللي تبني أساعدكم فيها، قالها قالت عاد خلاص عاد فقيرة سلامة خلاص هذا ما بها خلاص يعني
فقدت الأمل، قالت حق ساحرة ما أبا منك إلا تعلميني السحر، ما أبا شيء منك أبدا، أباك تعلميني السحر اللي أنت تعرفين هذا. أنا يا سلامة حرمة عبيدان بكرة أريد تعلميني دواندينك وسحرك هذا. غيري بدلي مني منك عندك دونك أمريني أنا بسويك اللي تبين. قالت أبدأ يا تجلبيني ساحرة ولا جنية. قالها أبدأ. قالت الأم اللي داير خلاص ما في ذنيك ما. قالت ما في ذنية ما خلاص 100%. قالت العين نحن أبوي عندنا شروط. هم اللي داير تخبر حرمة عبيدان بكرة سلامة. قالت أبوي ترى نحن أبوي عندنا شروط، عندنا شيخ الجن، وشيخ الجن اللي يبقى الخبر في عمان ساكن، ونحن هني في روس ليبال في خصب، لازم أبوي أطير بك لين ليبال الخبر. قالت العيال اهدأ. قالت طيب تعلقي انت وبناتك وياي الحين في اليدايل، وطارت بهن قمض بالرجل لهن ابوي وصلن ليبا الخضر. وصلن الله يحفظكم ليبا الخضر قابلن شيخ الجن، سلمن عليه. شيخ الجن يسمونه كيوب، واحد بلاكي اسمه كيوب. ها شيخ الجن كيوب شو الراي؟ قال ابوي الحين الراي ابوي الحين شاك ما بتغير لفيروسكن انا ما عندي مشكله. قالت لها سلامه لا ابوي لا بغير ابوي. تقول حق ام الهدايه قولي حق الشيخ كيوه اني ابوي انا لا بغير راي ولا شياته، انا ما جيت ابوي من خصب وروس ليبال لينك انت يا ليب الخضر الا لاجل ابوي انك انت تعلموني مهره الجن، وغدي جنيه ما اريد غدي انسيه، دبت حياتي وانا انسيه ما صفت كار، ابنجلب جنيه. سكنتي وين؟ فروس ليبال، ما بسكن هني عندكم. ابا وين ما ضيق هرمس هناك اسكن. قال هالشيخ انزين الكم ما طلبتن، لكن شو من المهره تبن؟ شو من القوه تبن؟ هاي من اليدايل قوتها في يدايلها، انت شو تبن من القوه اللي فيكن؟ قالت انا وبناتي هنتين هم بناتي وانا نبى ابوي قو الدواليب وقو الرياح. دالوب هذا اللي يسوي مثل كويل الين ويطحن البواخر ويخلي والعاصوف، هل هو اللي يطحن العرب ويسوي الرياح ويسوي الدالوب هذا اللي في البحر مثل الدويمه مثل الدوامه؟ تشفط ابوي المراكب والصيادين اللي خطفهم في المضيقات هاي، وهذا وين مضيق هرمز هناك من استوت الدنيا هويات ومكان يعني يخوف يعني بيني وبينكم، بحر اسود والله العظيم ابو ظلمات يزيق عقل اللي ما يزيق عقله المكان هذاك. انتو ما تحيدون قيه عبد الله بالخير؟ ضربنا دولاب في غبه الهند وانكسر سكاننا لحول برد. الدولاب هذا هو اللي يضرب المراكب، واللي يضرب الدولاب ما يعين خير، كانها ناقلة نفط ولا باخرة ولا ايا كان. لكن شرطا على الشيخ كيو قال لي يا الشيخ ترى شيخ الجد سكرتنا نحن تكون في روس ليبال في خصب هناك متشاهدات جدا وين مضيق هرمز. قال هنا الكن طلبك تم سارة. لكن يوم وصل هناك قال علينا ما علينا، علينا عهد وإيمان ما يخطف لا بحار، لا يخطف لا بحار ولا سفار ولا عابر طريق إلا نغرقه. إيه البحر مظلم يزيق عقل اللي ما يزيق عقله، لا يخطف لا بحار ولا سفار إلا إن نحن غرقه. إيه من كثر ما عقدهن عبيدان بكراع غرب الله خطف يوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم عدى يوم من ايام الله، ولان ابوي خاطف عبيدان بكرة خاطف ساريب اليذر ويبى ابويه القباب ويبى ابويه خيرات الله ساري ترزق الله. عفدت سلامه يا بنات سلامه ايش عندي منكن؟ قالت ابويه قالها اللي تامرين علي امايا يلا دواليب وطهفات وهويات اشفطنه ابوكن عبيدان خاطف في القبة، وسوين الدوالي
وسوينا الطهفات وسوينا الهويات يشفط لنا ابوي لين قاع المحيط. هذه قصة عبيدان بكراع قربله الله. شفطت ابوي شو قبة سلام. وسموا هاي البقعة اللي خطفتنا عليها وخطف غيري وخطف غيري آلاف مؤلفة من البشر بغبة سلامة. حد يقول غبة سلامة روحها، وحد يقول غبة سلامة وبناته، لكن الخبر الشايع بين الجمهور وعامة الناس غبة سلامة. وسلامة يرد أصلها من الرمس، هي وعبيدان بكرة اثنين من هل الرمس، وهذا ما استوابها اللي انت يا سلامة تراها باجي لي اليوم هي وبناته يسوون الهويات ويسوون طهبات وساكنات روس ليبان. وعبيدان نفد العين ما تشوفها، افتكت أمة محمد منه قاتل عبارة بعد شو بعد القاتل يقولون ما شاء الله عليه. استغفر الله العظيم. يلا بس انتهت الخروفة، بنرمس علي وبنوصل بحر لعيونك يا أخوي خالد الخالدي. اطمش يا أبو محمد هالطاجين الطيب هامور مرة يطبخ الحين يطبخ مرة. ها يا سلام مرة بهارات ولايتية عقولتك ولايتية مغربية يا مرحبا. ابوي واصل من الصبح يا غير اللي انا عندهم قال ما واحد فيهم يبي يصور، كلهم قالوا ابوي ما حد يبي يصور. هذا سيف من عبد الله قال ابوي ما ابي احد يصورني، وهذا مريخي ابوي والجاسم هي شو اسمه احمد بن جاسم بن حاضر بن احمد بن ابو طول من اول بعد شو احمد جاسم بن احمد بن حاضر هي المريخي ها قال بعد ما يبى حد يصوره. وهذا هلال بن محمد قال احد يصورني كثر ما صورني. وبعد ابو ساري بعد قال ما احب التصوير هي نعم كلهم ابوي قال ابوي ما اعرف تصوير ولا حد لا تصورنا ولا شيء هذا الا بنصور من تصورنا طلبوا سناباتنا هاي مصيبه نعود الله يبكم هاي مصيبه هاي سمعتوها بلوى القافلين هاي بلوى القافلين. اقول لكم نحن طايرين عارف البحر تعشى سمك اليوم لا جلبنا المويه اليوم طويرات هذا من الفزن ولا الحمام اللي جايات من اخر الدنيا وبراته ولحم وناك لحم مشواي وعيش ابيض وهذا ابو عبد الله وهذا الجماعه وهذاك بعوش والشباب كلهم ما شاء الله. نعم من اللي الله كاتبنا الصالون هم تتفرج هي والله ضليعات يا ابو كم تسوي انت هاك ضليعات شو اظهر لي طلع هذا يا ابوك ما يا سلام اشوف والله عيك ضليعات تحراهم مراود في العافيه اني يعني ما شيء برد كذب ها ابو محمد ابو مزربط زين ما زين هي والله هي ولا انا والله لا شي ها خفيكم الله يرحمنا برحمته العام هالوقت جينا هالمكان هالبحر في نفس هالايام يعني دخل دشتنا البحر لان الدنيا برد موت زين سبحان الله امم كانت ويانا العام من صدقان ورفجان وحبايب وخلان وعيال وبني عم وجماعة تلقطوا عند الله علينا. هي والله يا يوم أقول لك الحي يعود يا غير لي ساكن تحت العود لي ساكن تحت الحود ما يعود ما باليد حيلة. الله يغفر لنا ويغفر لهم يغفر لأمة محمد أجمعين. هي والله صدقوا عن أمواتكم أنتم العالم الله الحود نحن باجين منطحنين علم عند الله كابو الواحد مدام حي وتج عمره ها وين ساير ها حبل بعد بحر بارد موت
هذا عدم الدين من يشتهى قال له ما تشوف غير الموجة يترك الحالة والنبيت يا بعده شفتوا والله عليكم الموديل ها هذا ابوي من يشتى هالنمونه ابوي لين ينقفل الشتاء هاي دخلتنا البحر وعاد الحين يوم يشتد البرد بدال هذا النايلون ولا القطن صوف شيء نمونه ثاني عند ابو محمد عزي يونيفورم الله عاد نرقص اخلاق سرنا البحر وينا الحمد لله الامور طيبه صيد وخير من فضل من الله كثير فيه يوجد الخباط والجشه والزريدي والحمد لله نعمه حتى الخنان مكودات يلا تصبحون على خير.